اهلا وسهلا بيكم حضرات المشاهدين، مرحبا بيكم في حلقه جديده. ومعانا النهارده حلقه برضو عن الهاند ميد. النهارده معانا ضيفه فنانه متميزه، معاها شغل جميل جدا هيعجبكم. واكيد احنا طبعا شايفينه دلوقتي، بس احنا هنتكلم عليه بعدين. في الاول خالص بقى، في بدايه الحلقه، بعد ما بنرحب بضيفتنا نيفين، اهلا بيك يا نيفين، نورتينا بشغلك الجميل وروحك الجميله. هنتكلم وهنبدا حالا. بس المسابقه الثانيه معانا النهارده اللي هنتكلم فيها عن التراث السيناوي، الشغل اليدوي والمشغولات اليدويه والصناعات اليدويه السيناويه اللي محدش بيتكلم عنها كتير، اللي هي مهمة جدا، مهمة جدا جدا. عندنا في الجروب بتاعنا عدد كبير من الفنانات صناع المشغولات اليدوية السينوية. بصراحة احنا احترنا في كل اللي اتقدموا في المسابقة بشغلهم، احنا محتارين. شغلهم حلو جدا، شغلهم مميز، كلهم بيتميزوا بحاجة غير التاني، سواء بقى من اللبس، العبايات، الحاجات اللي على الموضه، الاحزمه، كل حاجه. الصور بقى دلوقتي معانا الفايزه اللي معانا الاولى هدى. معانا الفايزه هدى من محافظه شمال سيناء. طبعا دي من الحاجات المميزه اللي هي عملتها، دي اول متسابقه معانا. شغلها جميل جدا، عزة نصير. شغلها ممتاز جدا، وكل الحاجات اللي عرضتها جميلة، من محافظة سينا. برضو معانا رانيا، برضو فازت معانا، الشنطة بتاعتها جميلة جدا، من شمال سينا. شغلها جميل، كل شغلها حلو قوي. ومعانا سارة محمد عيسى من اسكندرية، شغل مميز، الشغل بتاعهم كله تحفة. نيفين أحمد، معانا برضو نيفين أحمد المطري من محافظة شمال سينا. شغلنا كله يعني تقريبا في، وده سارة عبد الجواد من القاهرة. يعني بصوا بقى، كمان مش السينوية بس، ده كمان في القاهرة وفي اسكندرية. ومعانا حنان حسان، حلو قوي قوي، حلو قوي الشغل بتاعها هي كمان. يعني معانا من اسكندريه ومن القاهره ومعانا من سينا، شغلكم جميل، فزتوا معانا. وكل الناس اللي نزلوا شغلهم فازوا برضو معانا. بس احنا مضطرين ان احنا نختار بس العدد ده عشان وقت البرنامج. يا جماعه، انا برضو بقول وبنوه ان المسابقه دي مجانيه، احنا مش بناخد فلوس من حد، علشان دي تشجيعيه للناس. وبنشجعهم ان هم يشتغلوا اكتر ويسوقوا اكتر وينشروا شغلهم. معانا بقى نيفين، شغلها الجميل، عايزاكي بقى نيفين تقولي لي كده، انا شايفه الشنطه السوداء دي شنطه باك. انا اول مره اشوف شنطه باك مدوره، حلو قوي. عايزين بس الكاميرا كده يا جماعه تورينا الشغل بتاع نيفين. يعني حلوه قوي يا نيفين الشنطه، فكره جديده انا ما شفتهاش قبل كده. قولي لي بقى يا ستي، بدأتي ازاي وبدأتي امتى الأول؟ يعني أنا مش بادئة من بقالي كتير، يعني هي من سنتين بس بدأت المشروع بتاعي ده. بس قبل كده طبعا من صغرنا يعني كنت بعمل حاجات بسيطة كده، فستان للعروسة بتاعتي، الحاجة أنا وأختي، يعني هو أصلا الجروب بتاعي أنا وأختي. بس الجروب بتاعك اسمه عالم نوفا للكروشيه. عالم نوفا للكروشيه، هي كانت هتيجي معايا بس حصلت ظروف للاسف يعني. فيعني انا وهي اللي شغالين في الجروب، يعني بنعمل اي حاجه مطلوبه مننا كل ما يخص الكروشيه. بس فيعني مش بقالنا كتير زي ما قلت لحضرتك، يعني بقالكم فتره قليله جدا، بس انا شايفه بسم الله ما شاء الله الاتقان طبعا في الشغل ممتاز، وعامله حاجات يعني يا جماعه بصوا، انا عايزه اقول لكم، بصوا شايفين دي شغلها عامل ازاي، حلو. بصراحه الناس بتشوفه صراحه بيقولوا فاكرين شغل مكان، يعني انا فعلا، هو لو ما بيفهمش في الهاند ميد هيقول ان ده شغل مكان. تمام.
وبدأتي من سنتين بس، بسم الله ما شاء الله انت مطوره. يعني بشوف كل حاجه جديده، سواء بدخل خشب، بدخل جلود معايا، يعني بنوع، بحب انوع يعني علشان يبقى مواكبه الوقت يعني. طيب شايفه هناك انت عامله بوكس كده، ده بصوا بقى، يعني هي هتوري لكم هو البوكس. دوان ينفع بوكس تسريحه كمان ده صغير. ده ينفع. انت وري، حطي بقى الشنطه دي كده تحت يمين. ايوه عشان الناس بقى تشوف بقيه الشغل الجميل ده. تنفع بومبونيره يعني. بومبونيره بقى تتحط فيها اكسسوارات، ميك اب، كل بأي حاجه. حجم زي يعني انا بعمل الحجم اللي بيطلب مني يعني. في احجام صغيره، في احجام كبيره، على حسب يعني. ما شاء الله شغلك جميل جدا. طبعا انت واختك بقى، انا واختي. الجروب بتاعك قولي لنا بقى كده اسمه تاني. عالم نوفا للكروشيه. ده الجروب بتاع نيفين يا جماعه، علشان ندخل كده واحنا عارفين ان احنا الحلقات بتاعتنا دي مش مجرد ان هي تبقى معانا بس، لا احنا برضو عايزين الكل يدخل عند بعضه ويساعد بعضه ويتفرج على شغل بعضه ونبتدي الكل يسوق يعني. ايوه طبعا. يعني ما هو ده بيبقى تبادل. ايوه خبرات بينا وبين بعض. خبرات. صح، يعني انت ممكن تكون عندك فكره مش موجوده عند حد. ايوه صح. تمام. طيب بالنسبه بقى للبورنيطه اللي انت عاملاها الجميله دي، شابو، ده انت دي برضو بتعمليها بالطلب وجات لك الفكره ازاي؟ يعني هو يعني في الاول كتير. انه حتى وسيم على الحروف ده سلك بس عشان يمسكها، يمسكها لي، وده شغل الخيط عادي، بس بشوف انا الغرزه اللي مطلوبه مني وبعملها. ما شاء الله جميل جميل. يعني شغلك بسم الله ما شاء الله. نيفين بقالها سنتين. عايزين الناس الكسلانه، في ناس بتشتغل كويس جدا بس بتقولك انا يعني مكسله، بطيئه، هو يمكن بس عشان بتشتغل من زمان، ما بتطلعش الافكار دي بس. هو كمان يمكن عشان ما فيش تقدير اصلا للهاند ميد اصلا. دي شكوى يعني. في كذا واحده تقول لك انا بعمل بس ما بلاقيش يعني مقابل كويس يعني من الناس او تقدير من الناس، فعشان كده تلاقيهم بقى بيقفوا محلك سر. ده استهداف بقى الجمهور اللي بيعشق الهاند ميد. بيكون غلط بقى يعني ان هو انت بتروحي في زاويه الناس مش مقدره. بس في ناس كتير مهتمه وناس كتير نفسها ان هي تكبر، وفي ناس عندها افكار ومشاريع كتيره. هو الواحد ما دام واثق من الموهبه بتاعته او اللي هو بيحبها، الحاجه اللي بيحبها، مش هقول مثلا ملوش دعوه بكلام الناس، بس ايه، يحاول يثبتها، يعمل يشتغل عليها لغايه لما يثبتها. لا بس شغلك والله جميل جدا يا نيفين. طب انت بقى قولي لي الخامات، انت ايه الخامات اللي انت بتشتغلي بيها؟ يعني هو انا اصلا يعني في شغل اللي هو هنا دوان مكرميه، كليم قصدي، ده شغل الكليم، خيط الكليم. مصري بقى ولا مستورد ده؟ سوبر لوكس. سوبر لوكس. مصري. عندنا هنا المصري. طبعا على فكره انا بشتغل بيه، الكليم ده جميل جدا يعني. ده بوكس تسريحه بيتعمل باي حجم يعني، مستطيل، مربع، دائري، الناس اللي كبير بتستغرب. صغير. هي نيفين ماسكه الناس اللي بتستغرب على الحاجات دي وبتقول بتعملوها ازاي، اهي فنانه وبسهوله يعني، فنانه ومصممه ومدربه كوريشيه وبتشتغل كل حاجه تخطر على بالكم. بسم الله ما شاء الله. ربنا يخليك. شكرا. حلو طبعا، جميل جدا. وده وان كفرات دي برضك للمناديل. علب المناديل. علب المناديل ده من خيط ايه؟ ده المكرميه المصري. ده من خيط المكرميه. انا عن نفسي بحبه صراحه. تشتغلي بالمكرميه وبالكليم. وفي شنطه تانية بس مش عارفه هي فين. موجوده بخيط الايطان. جميله، بتدي شيكه دايما عاملاها بالايطان. بالايطان. حلوه جديده جميله. مش كل الناس بتشتغل بيه. بس مش متعب شويه؟ لا والله لا، ده هو الكليم هو اللي متعب. شايفين عشاق الكوريشيه بيتكلموا ازاي على الخامات والخيط بمنتهى الحب. انا كمان شايفه. ما بتشتغليش قطن؟ لا بشتغل اصلا. انا بعمل قطن وقطن. مالي بس بعمل بلوريهات، بس للاسف ما فيش صوره متاحه، وبعمل اي حاجه. وبالمفارش بقى بشتغل مفارش بالقطن يعني. احنا هنرجع تاني لموضوع المفارش ومع نيفين. هنخرج دلوقتي فاصل وبعد كده نرجع تاني عشان نكمل ونعرض بقى الصور بتاعت في صورتين كده هنعرضهم لناس. اما نرجع هقول لكم ايه الموضوع. نطلع فاصل.
مرض السكر من الأمراض المزمنة اللي بتخلينا نخاف منه، وفي بعض الأوقات بندخل في حالة اكتئاب وصراع نفسي بعد ما نعرف إننا مصابين بالسكر. وطبعاً بتبقى كل الحلول قدامنا إننا بناخد علاج مدى الحياة. دلوقتي في تو سنتر هتقدر تودع مرض السكر نهائياً ومن غير أي أدوية. بيعالج أغلب أنواع السكر، الضغط، بعض أنواع الأورام، وبيعالج الصرع عند الأطفال. كيتوجينيك دايت بيخفض من دهون الجسم أثناء تلقي العلاج الكيماوي. كل العوامل دي بتؤثر على المريض وبتحسن جداً من نتائج المريض في أثناء رحلة العلاج. ليه دخلت في كده؟ قصة لذيذة قوي قوي قوي. ألاقي جوزي طبقه وهو قاعد في كوريا، وراجل جاي شكله محلو كده وخاسس وصغر كام سنة. لا نقرا بقى. القراءة ورتني إنه لا، ده أنا علشان عندي مشاكل صحية المفروض أطبق نظام الكيتو. الكيتو نظام ضد الاكتئاب، مش بيجيب اكتئاب زي الأنظمة التانية، لا لا إطلاقا. لأن مع نظام الكيتو هتقدر تاكل كل اللي نفسك فيه وكمان هتخس. كيتو سنتر هو أول مركز متخصص في العلاج بالكيتو بالشرق الأوسط وتحت إشراف طبي سويدي. كيتو سنتر. رجعنا تاني بعد الفاصل ومع مصممة ومدربة الكوريشيه نيفين. نيفين جانا النهاردة بحاجات جميلة، مش عارفين نتكلم عن ايه ولا عن ايه. عايزين بس نتوقف كده عند الشنطة اللي هي بتقول بالإيطان، بخيط الإيطان. انا شايفاها ممتازة، حلوة جميلة جدا، طبعا منتهى الشياكة وداخل لها جلد. يعني كاميرا جاية عليها طبعا، شنطة في منتهى الشياكة والجمال. كلمينا بقى كده شوية عن الصعوبات اللي قابلتك بقى وانتي بتشتغلي وانتي بتبدأي الكوريشيه وانتي بتجيبي خاماتك. ايه الصعوبات اللي قابلتك؟ يعني في ناس بتقولك انا ما بعرفش اجيب منين، انا ما بعرفش الطريق الاماكن اللي اجيب منها خامات. كلمينا كده يعني عن الصعوبات. بالنسبه للخامات يعني هو في كذا مكان، يعني انا يعني 90% من خاماتي واكسسواراتي منهم، مش يعني هنقول طبعا اسماء بس يعني. بس يعني هو شغلي معتمد عليهم، يعني هم قريبين انا يعني من فيصل وكده، فالمناطق المحلات الموجوده حواليا دلهم يعني صراحه خاماتي كلهم من واكسسواراتي من عندهم. بس ما هو فيش صعوبات غير ان يعني مثلا في الاول ان انا ازاي اطلع المنتج ده بالشكل دون. فالواحد دخل على النت واليوتيوب وكده الاتقان. يعني انت اتعلمتي من يوتيوب؟ من اليوتيوب. انا اساسا انا بحب التريكو، فعندي حاجات بسيطه عنه يعني. يعني انت بتعرفي تشتري تريكو كمان؟ التريكو وبالابره الكبيره السناره، بس للاسف انا حبيت عشان انميها دخلت لقيت نفسي اتجهت للكروشيه ونسيت التريكو. مش عارفه بصراحه يعني الكروشيه مكتسح الساحه خالص عن التريكو يعني. هو اسرع يعني. اسرع يعني بينجز معاكي اكتر، انما التريكو بياخد وقت معاكي، يعني عايز هدوء وريلاكس خالص عشان تطلع معاكي الحاجه. ده يعني احنا تالت حد معانا شخصيه اتعلم من يوتيوب. يعني الناس اللي بتقول انا مش عارفه اتعلم، مش عارفه، عايزه حد يعلمني، انت ممكن تفتحي اليوتيوب. ايوه صح. وتجيبي المبادئ بتاعه التعليم، الغرز الاولانيه، وتتعلمي. ده اجتهاد. البطرونات كمان هي ساعدتني، يعني انا كنت لما اشتغل بالبطرون يعني يعني هو اللي خلاني اشتغل، يعني بقيت اعرف يعني الغرزه دي معناها ايه كده، يعني اعمل الغرزه دي ازاي كده. مش اي حد بيتعلم بيعرف. فانا بمشي بالبطرون الصراحه. نيفين بتشتغل بالبطرون. هنحتاجها بقى اتعلم هنحتاجها تعلم الناس اللي نفسها تتعلم. على فكره البطرون ده مش سهل. لا جميل. انا ما بعرفش اشتغل من غيره الصراحه، يعني لما جبتي لي حاجه كده لا انا عايزه بطرون علشان اشتغل بيه. برافو عليكي. فينا انا على فكره ما بشتغلش بالبطرون. برافو عليكي بجد والله. انا شايفه شغلك حلو قوي قوي. احنا عايزين كمان يا جماعه نطلع بالصورتين، في صوره بتاعت ام احمد وفي صوره تانية بتاعت المسابقه اللي فاتت كده، تلات صور في بعض، عايزين نطلع بيهم كده عشان فيها تعديل شويه كانت. ام احمد يا جماعه دي ملهاش علاقه بالمسابقه خالص. ام احمد الصور دي بتاعت شغلها. ام احمد ست في قريه في الصعيد، قريه صغيره، بتعمل الشغل ده
علشان بتعول أسرتها، يعني هي أرملة وعندها أولاد وعايزة تشتغل ومش عارفة تسوق خالص ولا عارفة تعمل أي حاجة. ف يعني رجاء اللي يقدر يساعدها حتى يشتري منها قريب منها أو هنا أو في أي مكان، إحنا عايزين نساعدها بأي شكل من الأشكال، أرجوكوا يعني أرجوكوا. لا الصورة دي صورة المسابقة اللي فاتت، بس أنا بعدل لأنه حصل لبس شوية في الأسماء. الكاس اللي هو فيه دانتيل ده بتاع مدام هويدة، وطبعا ده شغلها وشغلها جميل. الاكسسوار دوت العقد بتاع مليكة، برضو احنا بنقول لك يا مليكة ده شغلك، احنا ما نزلناهوش المرة اللي فاتت. الشنطة والزمزمية دول بتوع روجي اللي احنا قلنا اسمها جوري، فروجي ياسر كده تمام عشان محدش يزعل في لخبطة الاسامي، وده شغلكم الجميل. بس برضو بأكد تاني على شغل ام احمد، يعني يا ريت حد يساعدها في الموضوع ده وفي موضوع التسويق. نرجع بقى تاني لنيفين والجروب بتاعها. الجروب بتاعك عليه كام عضو يا نيفين؟ حوالي 3880. ماشي حلوين، احنا داخلين على الرقم. انتي امينه جدا في العدد. يعني داخلين على كان في اكتر والله، بس طبعا حذفوا بالفيس يعني بيحذفوا عدد كبير اوقات كتير. بس برضو مش عدد مش بطال يعني مجهود. لا ان شاء الله الجروب بتاعك يكبر، وبعد الحلقه بتاعتنا دي هتنزل طبعا على اليوتيوب. يا جماعه عايزين الكل يشوف بقى نيفين وشغلها الممتاز. انا شخصيا هدخل على الجروب بتاعها واشوف صوره صوره. فياريت بقى ندعمها وندخل نشوف الجروب بتاعها ونشوف شغلها. ايه حابه تتكلمي عن شغلك ايه تاني يا نيفين؟ ايه اللي انت نفسك فيه او ايه اللي انت نفسك تحققيه فيما بعد؟ يعني انا نفسي جروبي يكبر، مشروعي نفسه يكبر، يعني يوصل حتى ان انا اعمل مصنع تريكو او اوزع للمحلات، يعني اكبر اكبر في المجال دون. يعني احنا من مكاننا هذا بنطالب اصحاب الجروبات الكبيره والصغيره ندعم كلنا بعض ونساعد بعض لله، يعني عشان نكبر مع بعض ونقدر نسوق. كمان في حاجه عايزه اقولها بالنسبه للجروبات، يعني انا برضو بقول لك انه في حاجه حلوه قوي بتحصل في موضوع الجروبات، انا مش عارفه انت برضو بتعمليها ولا لا، بس انا برضو يعني انا داخله على جروبك وشايفه فيه اعداد ناس كتير بتحاول تساعد بعضها، يعني من غير ما اسالك بصراحه. عايزين كمان هنعمل حاجه، شغل نيفين اهو على الشاشه حلو قوي، اتفرجوا كده واستمتعوا بالاتقان. في حاجه عايزه اقولها هنوه عليها كل حلقه ان شاء الله، حلقه من حلقات الهاند ميد، الجروبات اللي بتساعد الناس. كل مره هتكلم على جروب، النهارده هقول لكم على جروب توتا كيوتا اللي هي مؤسسته استاذه ولاء محمد. الجروب ده يا جماعه بيساعد الناس، بينزل لهم فيديوهات تعليميه، تبادل خامات مركونه عشان الناس اللي هترمي خاماتها ومش عارفه تعمل بيها وما تستخدمهاش، بيبدلوا مع بعض. بتعمل كمان حاجه جديده عشان موضوع انه الناس اللجوهات بتعملها بفلوس، دي عملت حاجه عندها انها تعمل مجانا وتعلم الناس تنزل اللجوهات على الصور مجانا. انا بحيي توتا كيوتا عليها وعلى جروبها اللي بتنشر فيه كل حاجه ما بتمنعش وبتساعد الناس، بحييها جدا واتمنى تبقى معانا في حلقه من الحلقات. انا سعيده بشغلك. ربنا يخليكي، شكرا. انت عايزه تقولي حاجه اخيره؟ لا شكرا. احنا اتمنى بس ان كل حاجه دي عجبتكم يعني. في صور في... لا لا احنا قبل ما نختم قبل ما نختم بقى نيفين، بصي الشنطه يعني يا جماعه اتكلمي عنها بقى، انا هنعرض وانت اتكلمي. دي طعم كراسي سفرة بالخيط القطن، يعني ده تحفة. اللي زديفة دون خطير في الحاجات دي، يعني ده تحفة. معانا اللي اتكلمنا عنه الشابوه ده الجميل ده. في معانا صور تاني. فظيعة. ده يعني شنطة خوص يعني اشكال شراشيب ملونة وعلى الايد جلد. حلو قوي، هسرق الفكرة بعد زي ما قلت لك. ده برضو بالقطن، برضو مفرش مدور. دي شنطه كروس حلوه جميله جدا. دي ساعه برضو حلوه قوي جديده، موضوع الساعه ده حلو قوي قوي جميل. دي برضك جلد مع كليم، ما شاء الله ما شاء الله، مساحه كبيره من الشنط دي. انا خدت مني يعني وقت كتير قوي، المدارس كلها طلبوها مني صراحه. وده مفرش نيش وحدات برضو. وحدات حلوين جدا الشنط والشغل، حلوين قوي قوي. ربنا يخليك.
وفي النهاية بحييكي، وكنت سعيدة جدا ان انت معايا، والحلقة خلصت، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، استنونا.